بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين صباح الخير واهلا وسهلا بحضراتكم في لايف جديد النهارده من محافظه السويس من سوق الحد حي الجناين. زي ما حضراتكم شايفين سوق المواشي النهارده مولع والاسعار كلها في الارض، وطبعا يعني في حركه بيع وشراء ما شاء الله عن الايام السابقه. زي ما انتم شايفين كده طبعا سوق الحد ده من 25 سنه وهو بيتعمل في محافظه السويس في مكان معين محدد، كل التجار بيجوا من كل انحاء الجمهوريه علشان يبيعوا ويشتروا هنا. طبعا سوق الحد مش بيقتصر على المواشي، لا يعني كل حاجه موجوده هنا، مواشي، تواجد، خضار، في كمان حاجات مستعمله، وفي حاجات جديده، في اساس، في كل حاجه موجوده هنا في سوق الحد. طبعا بيلم ناس كتير من جميع انحاء الجمهوريه يوم الحد في محافظه السويس علشان يبيعوا ويشتروا ويرجعوا تاني لبلادهم. احنا النهارده جايين نتكلم عن المواشي، وعشان نتكلم عن المواشي طبعا زي ما انتم عارفين ان عيد الاضحى خلاص قرب، واللي عايز يجيب ماشيه بيبتدي يجيب من دلوقتي. وزي ما انتم شايفين كده احنا النهارده موجودين مع تاجر من اكبر التجار اللي موجودين في سوق الحد، المعلم حسن وابنه بقى الصغير محمد ابو عسكر مشهور ابو عسكر، احلى ابو عسكر. طبعا احنا يعني مش اول مره نصور معاه، عم حسن من الناس الجميله اللي احنا بنحبهم وبنحب نطلع معاهم، على ان هو عنده امانه وعنده مصداقيه، ودايما الحاجات اللي عنده يعني مش موجوده عند حد بره. هو عم حسن طبعا بالجديان، صح كده؟ وهو النهارده هيكلمنا بقى عن الجديان اللي موجوده عنده كده، هيكلمنا عن اسعارهم ويكلمنا ازاي اقدر انقي الحاجات دي. مرحبا يا استاذ. عايز تمسكه ولا خليه لك كده؟ امورنا مع الباشا. طبعا الفل. الله يبارك لك، كل سنه وانت طيب. ربنا يخليك كده، انت بقالك قد ايه شغال في المهنه دي يا معلم؟ والله ابا عن جد، نوع اللي روحنا فيها. تمام. الله يبارك لك. معاك بقى محمد الصغير، ها؟ محمد اهو. ربنا يخليك. الله يبارك لك. قول لي بقى، انا جاي النهارده اصور معاك بقى تقرير كده جميل عن الديجان واسعار الديجان يعني ازاي اقدر اشتري وازاي اقدر انقي والكلام ده كله. انت دايما بتقول للساده المشاهدين يعني على النصايح الجميله اللي هم بيستنوها منك. الحمد لله، الله يبارك لك يا باشا، صل على رسول الله. عليه الصلاه والسلام. بالنسبه للضحايا، انت كل سنه طيب، داخلين على عيد موسم عيد اضحى، فاللي ماشي جدي زي الجد يا ابوي ده. هات كده محمد اللي الحاج بيقول عليه. اللي زي ده كامل السنه ببيضه، وفي برضه زي ده جديان مخاص لحم. بس كل واحد بيبقى ليه بقى وجهه نظر، في من اللي بيغوى المخصي وفي من اللي بيغوى البيض. طيب قول لي بقى كده ايه الفرق بين الاثنين؟ هو بالنسبه للفرق مفيش فرق، بس في هو الحلال اللي هو البيض، دي السنه. دي الحلال. الحلال اللي هو السنه. طب انتوا لما يعني بتعملوا فيه كده، هل ده يعني بيبقى سببه ايه؟ في ناس يعني معظم الارياف او معظم المحافظات بتحب الجدي اللي هو المخصي، عشان بيقولوا عليه مزفر، بس هو المخص هو بيضه. هي بتفرق في الجزار اللي يقدر يزفر اللحم ويقدر يحلي اللحم. هنا بقى احنا بنتكلم على معلومات من دهب. لا، الجزار هو اللي الزفريه في ايده هو، لكن المخص زي بيضه واحد. انت بس بتعمل ده وبتعمل ده علشان تبقى مواكب السوق، اللي عايز كده يلاقي واللي عايز كده يلاقي. اكيد، صح كده؟ تمام يا ريس. قول لي بقى، انا دلوقتي لما اجي اكشف، هي دي نوعها ايه الاول؟ ديت زرباوي. زرباوي؟ دي غير الشامي اللي احنا. دي غير الشامي، ده الشامي. ده الشامي. ايه الفرق بين الاثنين بقى يا معلم؟ انا شايف في وشها كده، في ده فيها الزرباوي بيبقى لها قطمه في وشها، صح كده؟ تبقى لها زي قطمه باينه قوي. ده الزرباوي. دي احسن من الشامي ولا الشامي احسن؟ والله المربي هو اللي بيفرق، هو اللي بيحدد، دي احلى دي بتبقى بتاعته هو، لكن بالنسبه للشامي يعني دي حاجه حلوه معروفه. في ناس بقى بتقول لك يا معلم ممكن كلنا كده بعد اذنك الاسعار. بالنسبه للميزان ولا بالنسبه لايه؟ يعني قول لنا انهي احسن، وايه يعني لما اجي دلوقتي لو جاي اشتري يا معلم، انا دلوقتي واحد جاي يشتري وما عنديش خبره، يعني ما معايا فلوس ربنا. هو والله حاليا العمليه قايمه لحد دلوقتي، لسه ما ظهرش اسعار، بس الماعز بيجر فيه النهارده ب 220 وب 200 210. سمعت ان الاسعار نزلت. الضان اللي نزل، الاسعار عامه في ركود.
طالما العلف نزل يبقى في هدوء في الاسعار، وبدا يبقى في حركه بيع وشراء في السوق، صح؟ اكيد لا، في حركه النهارده الحمد لله، الجو 100%. طيب قول لي بقى، احنا كده اتكلمنا عن الاسعار واتكلمنا الوقت اللي اجي اشتري قايم ولا نايم. والله في ناس بتحب تشتري بالبركه كده، وفي ناس بترتاح في الميزان عشان ما حدش يضحك عليها، ما حدش ولا ظلمتك ولا ظلم فيني، برضه هو الميزان وشه حديد، ولا هو ظالمني ولا ظلم. طيب بس يعني برضه من رايي المفروض الضحيه والله تكون بالبركه كده، يعني اللي بتاخد دي كده انت بتقول انت ورزقك دي بكذا، انت ورزقك، بس يبقى بيشتري من تاجر عنده مصداقيه، راجل صادق في كلامه، صح كده. طيب قول لي بقى، انا الوقت لما اجي اشتري اكشف ازاي يا معلم؟ وريني كده، ممكن اسمع بالنسبه للسن ولا بالنسبه لل ما هي بقى، انت الوقت لما اجي اشتري ابص عليه الاول، يعني انت بتشتري في انتايا ولا في جدي؟ انهي احسن في الاضحيه؟ لا في الاضحيه الجدي طبعا. طيب ابص على ايه وايه؟ هتبص على الودان كامله، هتبص على القرون كامله، تمام، هتبص على مفيش عاهه، مفيش دانه مش مقطوعه، يعني لازم يكون كامل، تمام، واخد بالك؟ في حاجة تاني؟ لا هو ده المطلوب، وحتة اللحماية برضو والجسم. زي كده مثلا. ده حتة لحماية زبدة. بيفرق بقى الجدي من ايه؟ تمسك هنا. حط ايدك هنا في الظهر تلاقي لحم. في الرباع تلاقي لحم. زي بقى عندك كده هتمسك ده تلاقيه رفيع. ده لسه صغير، ده صغير برضه، بس الظهر اللحميه، بص الظهر خفيف، تحط ايدك هنا تلاقي الظهر فيه عظم، ده لسه محتاج ان هو ده عايز له شهرين ثلاثه عشان يبقى زي ده، تمام. ادي مثلا كده يكون على اللحم، دي بتفرق في حته اللحمه. بالنسبه للنبتي لازم البزاز، لو انت عاوز تبني او عاوز تربي لازم البزاز تكون حلوه معدوله، البزين بيحلبوا مش بيز عطلان، دي للجنيه، تمام. ايه تاني؟ قلت لي قبل كده موضوع السنان ده، اللي انا دايما ما بفهمهوش. ده قفله. سنها كبير. يعني ايه بقى؟ يعني ده بوب عمرها مثلا خش في سنتين ثلاثه، غير اللي هي صغيره ما كسرتش، دي كده كبيره قفله. دي كده كسرت سنان، صح؟ دي كده قفله خلاص. يعني دي اخر بطن ليها. في بقى زي الصغيره ديت، هات لي الصغيره يا محمد. يعني عندك زي ده، بص يا باشمهندس، ده ما كسرش، ده لسه دول صغار اهم، دي كده دول صغار، بص كده اللي فيه دبني، افتح السن دي كده كسر اربع سنات، دي كسر اربع سنات، يعني قول عمرها سنه، سنه وشهرين، لكن دي عمره 8 شهور، ده لما يكسر يبقى عمره سنه. تفرق بقى هنا برضو في حته اللحمايه، ان ده ما كسرش غير اللي كسر غير كده، تمام كده. احنا كشفنا على كل حاجه، صح كده؟ تمام كده رأي. كده اقدر اشتري اضحيه بما يرضي الله وما بقاش خايف منها بعد ما اخدها وامشي، صح كده؟ اهم حاجه مكامل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لازم يكون حافظ بقى على الاضحيه بتاعتي. والله انت بعد ما تروح طبعا، ان كنت شاري من سوق او شاري من مكان، حاول تبعدها عن الميه، حاول تقلل العلفه بتاعتها، لان التاجر منها طبعا بياكل عشان يبيع. يعني بعد ما اخدها من عندك اقعد يوم او نص يوم تقريبا، يعني على بعد العصر المغرب، على بعد العصر تبدا تاكل، تبدا اكل يعني خفيف خفيف، ما تتجلش عشان ما تلتكمش مني، عشان ما تلتكمش مني. طب معلش سؤال، اتفضل. لكمت مني، تمام، اعمل ايه؟ لكمت منك هتطلع على اي صيدليه بيطري، هتجيب لمؤاخذه جزازه زيت برافين ملين للمعده، بتدي الجدي مثلا 10 سم في حنكه ديت، بتروح عامله عمليه اخراج، والعمليه يعني ان شاء الله بامر ربنا بتعدي على خير. تسلم ايديك، الله يبارك لك، كل سنه وانت طيب يا باشا. حضرتك طيب، انا سعداء بيك يا انا مبسوط ان انا النهارده كنت بصور معاك. الله يبارك لك. واحنا طبعا دايما بنيجي نصور معاك، والساده المشاهدين خلاص حفظوا وشك يعني عم حسن، ما تحرمش منك، ربنا يبارك لك، كل سنه وانت طيب، وانت طيب. عيد اضحى مبارك على امه محمد ان شاء الله. امين يا رب، اللهم امين.
السادة مشاهدين، ده كان لايف كده سريع عن سوق المواشي في سوق الحد، وزي ما حضراتكم شايفين الأضحية ازاي تقدر تشتريها وايه اللي انت تشتريه وايه اللي انت ما تشتريهوش. واحنا النهاردة كنا موجودين علشان نتكلم عن ازاي تقدر تكشف عن الأضحية، وازاي حضرتك يعني ما يضحكش عليك من التاجر، واتكلمنا عن الاسعار لان في ركود في الاسعار بسبب ان العلف نزل الحمد لله، وده خلى ان اسعار الماعز والخلفان والماشيه كلها عموما بدا سعرها في النزول، وده هيخلي ان يعني امكانيه البيع والشراء هتبقى اكتر، وحركه البيع والشراء هتنتشر اكتر وهتزيد اكتر الفتره اللي جايه بسبب ان يعني الاسعار بقت في نزول. تحياتي لحضراتكم.